بسم الله الرحمن الرحيم. اها الله أكبر ما شاء الله. الميزان عايز ايه؟ الميزان عايز يعتمد على نفسه في الحالة المادية، حاسس ان هو مش صاحب قرار. زي ما تقولوا حالته المادية مش مستقرة قوي. بالنسبة للبنات فهم برضو عايزين يعتمدوا على نفسهم ماديا، نفس الشيء يعني. نفسه في ايه؟ انا مش عارفة والله يا جماعة، هل الحالة المادية عندكم سيئة لدرجة دي ان انتوا يعني فعلا عايزين محتاجين فلوس؟ الدنيا ملطشة. لا هو واضح ان في تلطيش، عايز تحس بشوية امان. يعني انت مش حاسس بامان خالص، يعني حتى مش عارف بكرة ممكن يكون في ايه، بكرة مش السنة اللي جاية. شايف شريكك ازاي يا ميزان؟ قوي قوي، شايفه قوي ودعمك وواقف جنبك ومساندك. يمكن يكون مش بيديلك مشاعر وحب ورومانسية، لكن هو شريك جدع، يعني واقف جنبك ومساندك ومعاك على الحلوة ومعاك على المرة، يعني حاجة ما شاء الله حلوة جدا. الطاقة ما بينكم سحبت برضو كارتين، قلبه جامد. هو فعلا يا شيماء قلبه جامد، لكن هو فعلا جامد، يعني هو تقدري تعتمدي عليه. الطاقة ما بينكم King of Swords، قوة برضو ما شاء الله، طاقتكم قوية جدا جدا جدا. فيها شوية يمكن يكون فيها انسحاب، كل واحد فيكم بقى بيفكر لوحده شوية. يمكن مش عايزين تزودوا هموم بعض، لأن الميزان شريكه بقى عامل ايه؟ شريكه بقى متناغ خالص بقى، يعني هو تقريبا بيحارب في كذا جبهة، فحالته تعبانة، يعني هو محتاج مساعدتك يا ميزان. وافتكر انت بتفكر لوحدك ومش عايز تشيله همومك، لان انت اوريدي شايف ان حالته حلو. ما عندوش توازن، التوازن ما فاقد للتوازن خالص، مع يعني نفسه في شوية توازن، ونفسه يحس ان يعني نفسه بصيص امل، يعني عايز بصيص امل. شايفك ازاي؟ شايفك الامان ده الابوة، يعني لو الميزان هو الرجل فالشريكه شايفه هو ظهره، شايفين عارفين الاب بيبقى دايما الظهر، شايفك ظهره وسنده وشكل يعني من اشكال الاعتمادية، يعني هو انت بتعتمد عليه، سوري هو بيعتمد عليك. علاقتكم يعني جميلة الصراحة، جميلة. في اساس لحاجة اتحط، واضح ان في اساس لحاجه، زي ما قلت لكم ده ممكن يكون فكره مشروع، حل اتليست، يعني بتفكروا في حلول، حطيتوا اساس للموضوع، بس هو لسه عايز شغل. في تحول جامد هيحصل عندك يا ميزان، انت وشريكك باذن الله في شمس جديده طالعه اهي. خلاص في حاجه هتموت، خلاص حاجه هتروح لحالها وشمس جديده بتطلع. بصوا بقى معاها ايه؟ عجلة حظ، الحمد لله. الحاجات اللي الواقفة، الحاجات اللي متعصرة، ان شاء الله هتبتدي العجلة تدور ويبقى فيه تيسير في الامور اكتر من كده ان شاء الله. الحالة المادية مش شايفة فيها تغير، مش هيحصل فيها تغير. لو حالتكو السبب الازمة عندكو والمشكلة عندكو حالة مادية، مش هتتطور قوي، بس انتوا هتحسوا بالامل، هتبتدوا تحسوا ان الدنيا هتبتدي تمشي ان شاء الله. يمكن الشهر الجاي تبتدي الدنيا تتحسن ماديا، بس انت على التراك، انت ماشي على التراك، انت حطيت اساس كويس، اوكي، حطيت سعيت وعملت مجهود، باذن الله في تغير جامد هيحصل، وعجلة حظ بتدور ان شاء الله. تغير في جميع المجالات، يعني الحاجة زي ما قلت لكم الوقفة المتعطلة بإذن الله هتتيسر. بشكرك يا شيماء قوي 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 بإذن الله. ألخص لكم القراية ولا خلاص؟
فهمتوها؟ افتكر فهمتوها. يعني صراحة كانت very very special. ما تكلمين انتي يا لولا، اسألي. بإذن الله يا منة، بإذن الله. حبيبتي يا نجوى، حبيبتي، ميرسي قوي ليكي يا حبيبتي. يا ربي يا أنس، إن شاء الله. لا لخصيها، شلت الكروت يا عسل، شلتها. بس هلخصها لك بسرعة. الميزان عنده الحالة المادية مش كويسة خالص، نفسه الحالة المادية تتحسن. شايف شريكه قوي ومسنده وما بيضعفش خالص، أو لو بيضعف فهو مش بيبين له ضعفه ده. الطاقة ما بينكم قوية جدا جدا، وفيها شوية شوية انسحاب أو تفكير، كل واحد بيفكر لوحده شوية، لأن الميزان مش عايز يزود هموم شريكه، لأن شريكه شيلته تقيلة جدا جدا ومحتاج مساعدة الميزان. شريكك يا ميزان شايفك ظهره وسنده وشخص بيثق فيه جدا جدا جدا، وشايفك قوي، شايفك قوي جدا جدا، عنده طموح ويعني آمال عليك كبيرة، أو حاطط عليك آمال كبيرة، مراهن عليك. وإن شاء الله تكون محل الثقة دي إن شاء الله. في كمان توقعات إن شاء الله بالنسبة للفترة دي، في تغير جامد هيحصل عندكم إن شاء الله في العلاقة يا ميزان، وعجلة حظ بتدور بإذن الله. طيب تعالوا نشوف المجموعة الثالثة والأخيرة. العفو يا سلمى، على إيه راح قلبي؟ وانا كمان بحبك يا احلام قوي قوي قوي. تاريخ ميلادك ده ايه يا روحي؟ ده الميزان. لو هو الميزان اسمعي اهو، احنا بنقول بجد فرحتيني يا هبه، الحمد لله ومنوراني يا روح قلبي. يعني الحمد لله رب ان ربنا يجعلني سبب افرحك باذن الله يا نومه. ادعوا ادعوا يا جماعه، ادعوا كتير كتير. انا بقى بيحصل لي حاجه غريبه في القرايه، بقى بيجي وجع في دماغي من ورا، يعني مش عارفة ايه ده. طيب ناخد المجموعة الثالثة والأخيرة. المجموعة الثالثة بتبتدي من 10 لحد 21 نوفمبر، من 10 لواحد وعشرين. ونشوف نشوف الحالة العامة. أيوة الميزان تقريبا عدى بمرحلة فيها لعبكة كتير ومشاكل كتير، زي ما انتوا شايفين المية اللي بتتحرك بسرعة دي ولخبطة لخبطة، دي مشاكل او رتم سريع من الاحداث كتير ورا بعض ورا بعض، حالة توتر، حالة قلق، في حاجات يعني كانت موترات جامد جامد، بس شكلك رايح على مرحلة اكتر هدوءا ان شاء الله. الشهر ده يا ميزان الدنيا عندك رايقة بإذن الله، في حالة روقان وهدوء وميه ثابته زي السجاده بالظبط إن شاء الله، حاجه سموث جدا. الميزان كمان ممكن يكون عنده مسؤوليه، الكارت ده كمان بيوحي بالمسؤوليه. الله يسلمك يا هبه. مسؤوليه ناس متعلقين بيك، يعني أب مثلا، رب أسره، أم هي المسؤوله، أو أي حاجه من الشكل ده. أنت حاسس إن في ناس متعلقه في رقبتك، وانت لازم توصل بيهم لبر الامان باذن الله، هتوصل باذن الله. شايفه كينج اوف كابس، كينج اوف كابس مهتم بشريكك، عمال تدلعه، عمال مديله اهتمامك ومديله تركيزك ومديله حاجات كتير قوي، بس من الواضح ان حصل خطأ ما إما منك أو منه يا ميزان، الله أعلم منك ولا منه، بس هو شكله من حد. في حالة هروب هنا، بتهرب من مواجهة ما، لأنك
لو واجهت واتكلمت هيزعل، هيزعل لأن المواجهة هتكون عنيفة وقوية وهتقول كلام صعب. انت في حالة انغماس في الذات، زي ما تقولوا مش مكتئب شوية بس زعلان، ما وصلتش لمرحلة الاكتئاب بس زعلان، وزعلان حاسس انه زعلان على نفسك اكتر. ليه؟ انت حاسس انه وقع عليك ظلم، انه شريكك ظلمك، انفصلته. طيب الزعل اللي انت فيه ده لا مطول، مش هتحرك زي ما انتوا شايفين. Two of Swords ده لا عايز يتكلم ولا عايز يتناقش. بس شوية الصوت عالي. لا عايز يصلح ولا عايز يتحرك، وزي ما انتم شايفين مغمي يعني وقاعد على الكرسي. القعده دي معناها الثبات، الثبات انه مش ثبات في ثقه في النفس، لا انه مفيش حركه، انا مش هقوم بخطوه، انا قاعد مش يعني مش you're not willing انك انت تعمل اي خطوه، انا قاعد واللي عايزني يجي لي بقى. طيب عندنا كمان نايت اوف كابس. صعب قوي ان في ظل هذه الاحداث انت يكون عندك احساس بالرومانسيه. الرومانسيه طاغية عليك دلوقتي، يعني انت نفسك فيها وحاسس ان عارفين الرومانسيه بيبقى احساس واحساسك مرهف شويه، تبقى حساس. فان يقع عليك ظلم وان شريكك يزعلك بالطريقه دي وانت في الحاله الـ مش عايزه اقول ضعيفه، هي هي سوفت شويه، سوفت انت حاسس بسوفتنس شويه، يحصل معاك كده فده شيء صعب. بس انت متماسك برضو يا ميزان، خلينا برضو نقول الحقيقة، انت متماسك. في عندك خبر حلو برضو جايلك انت والمجموعة الاولى. شايفة هنا leadership، قيادة، الناس اللي بتشتغل شكلها هتاخد مركز فيه قيادة شوية، يعني هيبقى فيه ناس انت ناس تحتك، انت اللي بتوجههم، انت اللي بتوجههم في العمل. لأ قيادة 100%. في هنا كمان قيادة لمصيرك، يعني انت اللي متحكم في طريقك، انا امشي ازاي. ده حاجة تشيل العمل اكتر، يعني انت اللي بتقرر يعمل تعمل ايه وما يتعملش ايه، انت اللي ماشي الدنيا. تطورك في العمل ماشي بسرعة كويسة الشهر ده، بسرعة العربة زي ما شايفين. You can say that يا كاميليا، weakness شوية، ماشي بسرعة شديدة. يمكن شكلك يا ميزان هتحط همك كله من العلاقة هتحطه في العمل، وأنا مع الموضوع ده جدا. أي أزمة عاطفية اشغل نفسك بالشغل، اللي ما بيشتغلش يشغل نفسه بحاجة، يتعلم حاجة، يرسم حاجة، يعمل أي حاجة، يطلع كل طاقة زعل وحزنه يطلعها في برودكت، في منتج أيا كان بقى. اللي بيشتغل يطلع تركيزه في شغله، اللي بيعمل أي حاجة فيها فنون يفنن بقى. أنا عن نفسي بعمل كده، لما أحس إن أنا متضايقة أو مجروحة ببتدي أعمل أي حاجة، أطلع حاجة، وعلى فكرة بنطلع حاجات كويسة جدا. عارفين والله كل حاجه صح. كويس جدا يا تقل، حلو قوي. هلخص القرايه، هنشوف دلوقتي العلاقه العاطفيه اخبارها ايه. هي طاغيه على قرايتك العامه جدا، بس برضو الحمد لله طلع لنا حاجات بالنسبه للعمل. العمل عندك ان شاء الله ماشي كويس، واللي ما بيشتغلش مفيش جديد. سوري بجد، اسفه جدا، مفيش جديد الشهر ده، بس ان شاء الله اكون غلطانه. في هنا مرحله عاصفه، انت هتطلع من عاصفه والدنيا هتبتدي ايه تهدى. في هنا اهتمام بشريك كنت بتهتم بيه، او حاولت الاهتمام، او حاولت انك انت تكون كويس وابن حلال وكويس، بس واضح ان الشريك ما تساعدكش وما دلكش فرصة كويسة. في حالة هروب، بتهرب من المواجهة. انا شايفة ان شكل الشريك هو اللي غلط فيك، لانك لو واجهته هتزعله جامد. في زعل، لا انت زعلان ومحتاج طردية، مستني طردية. في ظلم وقع عليك، واضح اتظلمت في شيء. ممكن برضو زي ما قلت لكم يكون في ورق، بس انا مايله اكتر ان هو يكون ظلم، بس ممكن برضو ان هو يكون ورق. يا جماعه الورق ده ان شاء الله هيدي لك قوه، هيدي لك قياده ان شاء الله. انت في حاله رومانسيه، او زي ما قالت كاميليا حاله ضعف،
ويكنس، انت حاسس بضعف لانك نفسك في مشاعر الفترة دي، عندك احساس مرهف في الفترة دي. لو الامور عندك عاطفية مش ماشية كويس، فانت فعلا في موقف لا تحسد عليه. لكن جاي لك خبر كويس، في حاجة عندك هتتغير تقريبا في العمل، هتمسك قيادة في حاجة معينة. مش شرط على فكرة يكون شغل، يعني ممكن يكون قيادة في أي حاجة، يعني ممكن تكون خلينا نقول ست وجوزها، فبما ان جوزها عامل شيء غلط فانت اللي ماسكه زمام الامور دلوقتي. انت خلاص انت مش عارف تفكر، او انت بتغلط، رايح يعني اركن كده على جنب، انا اللي همسك القياده دلوقتي، القياده في ايدك. للي ما بيشتغلوش يعني، شايفه حاله يعني فريز، دي جمود، حاله جمود جامده جدا في العلاقه. الميزان مش ناوي يعمل اي خطوه، مش هاخد خطوة.